ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من جنيف مسؤول العلاقات بمنظمة التضامن لحقوق الإنسان سيد خالد صالح. أهلا بك سيد خالد، ما تقييمك لملف حقوق الإنسان في ليبيا؟ مرحبتين بكم. أولا أهلا بك. الحقيقة يعني إذا كان بلخصها باختصار هي أسمع عجاجات ولا أرى طحين. أوضاع حقوق الإنسان ماشية من سيء إلى أسوأ. للأسف الجميع يعني عبارة عن تعهدات، عبارة عن تلميع، لكن على الأرض لا يوجد شيء، وهذا يعني حيقودنا إلى مزيد من الانتهاكات. يعني السيدة وزيرة العدل جاءت لغرض معين معروف، يعني ليش السبب اللي هي جابها السيد بيبة واختارها، هي قضية يعني تحرير أو خلينا نقول إطلاق سراح ما هم من الناس اللي هم محسوبين على النظام السابق، ونجحت في ذلك. زارت السيدة حليمة سجن قرنادة، وزارت فقط يعني السجن اللي هو اللي فيه المعتقلين الجنائيين، بينما لم تزور السجن الثاني اللي هو فيه الأمنيين وفيه مئات من الناس تعاني. عندنا فيديوهات لعمليات التعذيب داخل هذا السجن، وللأسف إلى الآن لم يتمكن أحد من زيارة معسكر. يعني نفس القصة في قضية كتيبة الردع الخاصة، لا يستطيع الآن ولا من سنة ولا من 10 سنوات فايتة حد يدخل إلى داخل هذا السجن، ممنوع، ما فيش حد يقدر يدخل ويشوف أحوال السجناء اللي هم يتبادلوا إلى الآن، يتبادلوا في المبيت، لا يستطيعوا، يعني الاكتظاظ غير طبيعي داخل هذا السجن، ويتبادلوا في قضية النوم والوقوف، تعذيب، تعذيب، عمليات قتل داخل السجن، اعتقال، يعني وغير غير غير انهم عدم نقلهم للنيابه، يتحجوا بوجود النيابه داخل السجن، وهذه هي ادهى وادهى وامر. تبين لنا ان حتى الناس اللي كانوا معتقلين فيما يتعلق بسموها خليه حماس ودعاء عليها النائب العام، وعندنا تسجيلات وكذا، تبين ان هي بطلب من الامريكان ايقافهم وسجنهم في ليبيا، وبالمناسبه تعرضوا للتعذيب. نحن على تواصل برضو، كان بتصريح من النائب العام نفسه هذا الكلام. فيعني اللي ساير الآن يعني مأساة كبيرة خلينا نقول. طيب كيف يمكن أن يكون دور الحكومات في تنظيم ودفع السجون بالحديث عن السجون بشكل عام؟ لا لحظة بس نكمل. السيد بيبة بجرد قلم ألغى جميع المؤسسات المجتمع المدني عاملة. كيف تبي تقوم الدولة على رجليها إذا كان يعني ما فيش أي شعور بأهمية المجتمع المدني؟ التظاهر أصبح نوع يعني شبه ضرب من الخيال، إلا إذا كانت الميليشيات اللي هي تمارس الإجرام هي اللي تسمح أو تحمي أو ما تحميش أو يعجبها أو ما يعجبهاش. الفرقة المدخلية اللي قاعدة الآن في كل مكان، ما يعجبهاش كلام حد، سهل جدا إن هي تتخلص منها، موجودة وتملك السيطرة وتملك المنابر وتملك الإعلام وتملك أدوات كثيرة، ومعروف التوجه متاعها اللي هي أقرب إلى داعش، ومع ذلك هي اللي يعني تسيطر على يعني العديد من مؤسسات الدولة. الفساد استشرى بطريقة غير عادية. المنظمات الحقوقية لا تستطيع العمل من الداخل. المنظمات التي تتحدث عن الفساد المستشري لا تستطيع التحدث من الداخل. فعن أي أوضاع حقوق الإنسان يتحدث هؤلاء في اجتماعاتهم؟ يعني عيب يتحدثوا على أوضاع حقوق الإنسان أصلاً. يعني هذا وجهة نظري. نعم. في اللي ساير الآن. طيب في تقديرك يعني كيف يمكن معالجة هذا الملف، وأيضا ما هو المطلوب من الحكومات الآن لتنظيم ملف السجون تحديدا؟ السجون إذا كان تحت يد ميليشيات إلى الآن ولا تستطيع الدولة، يعني هذه يعني للأسف في عبارة، أنا تكلمت حتى مع وزراء داخلية سابقين، وزراء عادل وغير، يقول لك نحن ما نملكش حتى الدخول، خلينا يقول لك هكذا بهذا بصريح العبارة، خلينا نكون واقعيين، ماشي، بما فيها مكتب النائب العام، خلينا نكون واقعيين، يعني تعدى ناس في داخل المحاكم تعرضوا للضرب من قبل كتيبة الردع، ما فيش أي تحقيقات. يعني كيف نقدروا نوصلوا نحن إذا كان ما صدقناش مع نفسنا، إذا كان ما أقرناش بالحالة اللي قاعدين فيها، إذا كان ندعم يعني سيدة بيبة ولا غيره راهو من 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 الحكومات المتعاقبة، إذا كان نحن ندعمه في الميليشيات كل مرة بزيادة، ندعمه فيه مالية، ندعمه فيه في 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 تغلغل في مفاصل الدولة، لن يكون هناك تحسن. التحسن يأتي من المراجعة، يأتي من المعاقبة، ضرورة معاقبة يعني الناس اللي هي ترتكب في 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 في, في الجرائم اللي هي ضد الإنسانية. الحاجة الأخرى قضية الناس اللي هي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،
اللي جت أعتقد حكومة دبيبة لهذا الغرض، وتم إطلاق صراحة وأطلقوا في طائرات خاصة، يعني عدوا في طائرات خاصة، هم ارتكبوا جرائم يعني بمقتل أو بنتيجة التحقيقات هذا كده بقتل أكثر من 1200 شخص داخل السجن، ثم يطلق صراحة بذريعة يعني المصالحة الوطنية ويطلعوا في طائرات خاصة ويخرجوا خارج البلاد غيرهم طبعا. الآن في سعي آخر لإطلاق صراحة الآخرين. فنحن إذا كان مدام في فجوة إفلات من العقاب، ومدام الناس تشعر بالحصانة وأن هي غير يعني فوق القانون، مش لن يكون هناك أي نوع من أنواع التحسن. ثورة 17 فبراير قامت ب يعني أهداف معينة، تحققت العديد من الأهداف، حرية التعبير يعني كانت بدرجة كبيرة بك، الآن من يستطيع الحديث، معروف يعني مصيرة قضية الجمعيات اللي هي تأسست أكثر من 4000 مؤسسة يعني مجتمع مدني وكان لها دور. لو تشوفوا درنا، من اللي قام يعني في 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 فيضانات درنا، من اللي كان لها الدور الأكبر؟ الناس اللي كان لهم الدور الأكبر، المؤسسات اللي هي ما زالت موجودة إغاثية وغيرها هي اللي كان لها دور. الحكومة كانت راقدة، الحكومة متورطة بشقيها الغربي والشرقي طبعا، وإلى الآن نشوفوا هذه الجريمة الكبيرة هذه اللي فيها قريب 20,000 ضحية راحوا. إلى الآن هل سمعتوا بتحقيقات؟ هل سمعنا بمحاسبة شيء؟ سيد مكتب النائب العام عد بالتحقيقات بينا للشركات اللي ما نفذتش واللي دار الناس اللي طلبت من الناس تبقى في حواشينا وماتوا بناء على هذا الإجراء الآلاف طمت عليهم وما فيش أي تطورات. الفساد الآن مستشري، هل سمعتوا بعقاب أو في حد سجن إلا إذا كان عملية انتقائية؟ فللأسف أن نحن هذا الوضع اللي قاعدين فيه، وما دام نحن نزين ونلمع في هذا الأمر، ونحن لن تتحسن أوضاع حقوق الإنسان على الإطلاق في هذه المرحلة، أو على الأقل أشكرك في أمثال هؤلاء الأشخاص. إذن كنت معنا عبر خدمة سكايب من جنيف مسؤول العلاقات بمنظمة التضامن لحقوق الإنسان خالد صالح، شكرا جزيلا لك.